في شأن سوريا، واصلت قوات النظام السوري غاراتها على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ عام 2013، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا على الأقل. ومع هذا القصف الجديد ترتفع الحصيلة إلى 709 قتلى منذ بدء حملة القصف العنيف في فبراير الماضي، فيما باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من 25% من الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق.